السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. في فيديو النهاردة بإذن الله انا هكلمكم على سورة عظيمة جدا جدا جدا. هذه السورة بإذن الله لو انت قرأتها آخر رمضان وقبل عيد الفطر، بإذن الله لو قرأت هذه السورة مرة واحدة فقط ان شاء الله هتشوف ثمرات وفوائد كتيرة جدا على حياتك، وبإذن الله الفيديو ده من الممكن أن يكون سببا في تغيير حياتك كلها. فبمجرد أن أنت بتقرأ هذه السورة ثم بتتمنى الشيء اللي أنت نفسك تحققه أو نفسك تحصل عليه أو نفسك توصله، بإذن الله بتلاقي الله عز وجل استطعت أن أنت بعدها بإذن الله توصل لهذا الأمر أو تحصل على هذا الأمر. وهذا الكلام لست مبالغا فيه، لأن السورة اللي أكلمكم عليها النهاردة كثير من العلماء وكثير من المجربات اللي وردت عن هذه السورة كانت يعني واردة في هذا الشأن، وأبدأ في تحقيق الأمنيات وتحقيق ما أريد وما أتمنى. بس قبل ما أبدأ يا جماعة محتاجك تعمل حاجتين قبل أي فايدة تعملها، يعني قبل ما تبدأ تعمل أي فايدة أنا بنزلها على القناة محتاجك تعمل أمرين أو محتاجك تعمل حاجتين. الأمر الأول هو إنك يبقى عندك تفاؤل، لازم تتفائل، يبقى عندك تفاؤل، خلي التفاؤل ده مقدم في كل جوانب حياتك، لازم يبقى عندك تفاؤل. ده الأمر الأول. اما الامر الثاني هو ان انت يبقى عندك يقين في الله عز وجل، وخدها مني قاعدة، اليقين في الله بيساوي تحقق رغباتك واحلامك وامنياتك بنسبة 100%. لو انت عندك يقين في الله وعندك يقين ان الله عز وجل على كل شيء قدير وان هو يحقق لك ما تتمنى وما تريد. طبعا هبدأ باذن الله في ذكر السورة وذكر طريقة الفايدة وشرح التفاصيل. بس قبل ما ابدأ في شرح التفاصيل اتمنى لو انت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو انت معايا قديم في القناة اضغط على زر اللايك وادعي لي دعوة في التعليقات بالتوفيق. ويلا بينا احبابي نسمي الله ونبدا في ذكر التفاصيل والفائده بالكامل باذن الله. طبعا السوره اللي هنتكلم عليها النهارده باذن الله هي سوره الفتح، اللي هي بتبدا ببسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه السوره يا جماعه ليها اسرار وفوائد كتيره جدا، وهذه السوره جاءت يعني جاء في روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عندما نزلت هذه السوره قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت علي البارحة سورة لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها، قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذه السورة بإذن الله وهذه الفائدة زي ما قلت لك هتفيدك جدا لو أنت عندك شيء أو عندك هدف أو عندك أحلام أو عندك أمنيات نفسك تحققها، بتفعل هذه الفائدة بهذه النية وبإذن الله بتشوف الثمرات والفوائد الكتيرة جدا على حياتك. وكل اللي بطلبه منك بإذن الله إن أنت بتيجي في جوف الليل، بتيجي في جوف الليل وأنت عندك يقين في الله عز وجل، وهي اول حاجه بتعملها ان شاء الله هي ان انت بتبقى في اي يوم زي ما قلت لك في اي يوم من ايام العشر الاواخر من رمضان بتضع مسك من اي نوع، مسك اي نوع من انواع المسك، وان لم يتوفر معك المسك فيكفي فقط رائحه طيبه. يعني لو انت ما توفرش معك المسك يكفي فقط ان انت تضع رائحه طيبه. واول حاجه بتعملها باذن الله هي انت بتصلي ركعتين لله عز وجل، بتصلي ركعتين لله عز وجل. بعد ما بتصلي ركعتين لله عز وجل بنيجي لتاني خطوه في الفايده، وهي ان انت بتغمض عينك، بتغمض عينك كده وبتتخيل الشيء او الامر او الهدف او الشيء اللي انت نفسك تحققه، الامر اللي انت نفسك توصله وتحققه في المستقبل. بعد ذلك باذن الله بنيجي للخطوه اللي بعد كده، وهي ان انت بتقرا سوره الفتح مره واحده فقط. بعد ذلك باذن الله بنيجي للخطوه اللي بعدها، وهي ان انت بتقول هذا الاسم العظيم 187 مره، والاسم هو اسم الله تعالى الفتاح، بتقول يا فتاح 187 مرة. بعد ذلك بنيجي لآخر خطوة في الفايدة خالص، وهي انت بتدعو الله تعالى بالشيء اللي انت بتتمناه. يبقى اذا احنا قلنا الخطوات، اول خطوة ان انت بتصلي ركعتين لله عز وجل ثم تغلق عينيك وتتخيل الشيء اللي انت بتتمناه، بعدها بتقرأ سورة الفتح مرة واحدة فقط، بعدها يا فتاح 187 مرة، بعدها بنيجي في آخر خطوة في الفايدة خالص، وهي ان انت بتدعو الله تعالى بما تريد او بما تتمنى ان تحققه. بس كده يا احبابي يكون الفيديو خلص، وبكده تكون الفايدة خلصت. اتمنى تكونوا استفدتوا منها. اسأل الله ان يوفقكم يا رب ويحقق لكم كل ما تتمنوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.